أهلا بكم في نقطة حوار جديدة، معي أنا محمود الشيخ. 6 أيام عاشها العالم مترقبا نتائج محاولات تعويم السفينة إيفر جيفن التي أدى جنوحها إلى إغلاق قناة السويس، إحدى أهم المعابر المائية في العالم إن لم تكن أهمها على الإطلاق. الخسائر الاقتصادية كانت على مدار الدقيقة وكانت العنوان الأوسع. توقفت حركة الملاحة ونقل البضائع، واضطرت بعض السفن التجارية لأن تغير طرقها، مما أدى إلى زيادة التكاليف طبعا والوقت. بعض الحكومات اتخذت هذا الحادث حجة عللت به شح الوقود السائدة أصلا. في الداخل المصري، ورغم السعادة الكبيرة بالإنجاز، إلا أن دعوات ظهرت تطالب بشفافية أوسع فيما يخص القناة وبضرورة تطوير وتجديد المعدات والتقنيات. دولياً، ورغم الترحيب بالجهود المصرية، إلا أن أصواتاً تعالت بالحديث عن بدائل مقترحة لقناة السويس كقناة بن غوريون الإسرائيلية، أو تفعيل ممر شمال جنوب الدولي، أو تفعيل الممر البحري الشمالي بمحاذاة القطب الشمالي. اليوم نسألكم، كيف عايشتم هذه الحادثة وما هي انعكاساتها عليكم؟ كيف ترون الطريقة التي تعاملت بها مصر مع الأزمة من بداية جنوح السفينة وحتى تعويمها؟ وما الذي يمكن أن تفعله مصر لتلافي أزمة مماثلة في المستقبل؟ ما رأيكم بالحديث المتواتر عن مشاريع بديلة للقناة؟ وهل تعتقدون أنها قادرة على أن تمثل بديلاً حقيقياً لقناة السويس؟ وسائل الاتصال هي هاتفياً على الرقم 0044-2038-752-989. كما يمكنكم أن تشاركوا عبر الحوارات المنشورة على رابط شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو على حسابي على تويتر بريس إم الشيك. حوار اليوم لا يزال يجتذب الكثير من المشاركات برغم انتهاء أزمة السفينة إيفر جيفن، وقد أسهب المشاركون في حوارهم في الحديث عن الدروس المستفادة من هذا الحادث. مراد مثلا غرد على تويتر قائلا: ضرورة تجهيز هيئة قناة السويس بكافة المعدات اللازمة لمواجهة هذا الخطر مستقبلا. ثانيا، ضرورة زيادة الوعي الشعبي بمواجهة الأخبار الكاذبة، خصوصا في ظل الظروف السياسية التي تمر بها مصر طبعا، وهذه آراءه أو ما يرغب أن يراه مستقبلا. شعبان صالح قال: بالنسبة لمصر، لابد من تطوير المجرى الملاحي وتوفير المعدات اللازمة للطوارئ، وبالنسبة للدول التي تستخدم المجرى الملاحي عليها البحث عن البديل في حال إغلاق القناة أو تعثر الملاحة فيها. وسنتابع معكم المزيد من التعليقات لاحقا في البرنامج. الآن أنتقل إلى المشاركات الهاتفية، ودعوني أبدأ مع أحمد سليمان. مرحبا بك يا أحمد. You have not made a choice. فقدنا الاتصال بأحمد. عصام من بريطانيا، عصام الحجازي، مرحبا بك يا عصام. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. أهلا بك عصام. عصام، أنت سوري في بريطانيا. دعني أسألك بداية، ما الذي يعني عايشته في هذه الأزمة التي مر بها العالم وتصدرت مواقع تصدرت الأخبار وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وكل العناوين الكبرى في الصحف؟ بصراحة احنا كان الخوف الأكبر على جميع دول الشرق الأوسط، خاصة على سوريا، لأنه هي بلد بظل الظروف اللي عم يعيشوها بالغلاء وبالأسعار. لأنه إذا توقفت قناة السويس راح تغلى الأسعار أكثر مما هي عليه هلا. والعالم ما أنا بحاجة غلاء الأسعار هلا أبدا، لأنه ما عم يتوفر عندهم لا البترول ولا المواد الأساسية بكل مكان. وظل هاي الإشاعات إنه تغلق قناة السويس هلا راح يرتفع الأسعار زيادة وراح يصير في مشاكل للناس. وكان هناك حديث ايضا على ما اعتقد يعني تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بان يعني الحكومه السوريه خفضت المخصصات من الوقود لبعض يعني للسيارات العامله بالديزل وغير ذلك بنتيجه ما حدث في قناه السويس، صحيح؟ صحيح هالحكي. خفضوا لجميع الناس، وهلا اللي بده يعبي سيارته بنزين او بده يشتري المواد الاساسيه لبيته بده يضطر يضل واقف من 7 ل10 ساعات على الدور لحتى ياخذ كم بنزين او مازوت او مواد اساسيه للبيت لحتى يحسن يعيش. لهيك احنا كثير انبسطنا وقت انه عوموا السفينه ومشيت قناه السويس،
لحتى ترجع الحياة الطبيعية مثل ما كانت، لأنه ما يعني بالإشاعة الوحدة بس أنه عم يتغير المجرى بالنهار يعني للناس كلياتها. أنه التاجر بيتحجج أنه قناة السويس مسكرة، ما في بضاعة، ما في بنزين، ما في شيء، صار في أزمة كبيرة. أشكرك جزيل الشكر يا عصام، وحدثتنا من بريطانيا. وينضم إلينا الآن من القاهرة عبر الأقمار الصناعية ربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة سابقا في هيئة قناة السويس. مرحبا بك سيد محمد فوزي، ودعني بداية أسأل عن ما حدث، يعني ويعني كيف نجحت الجهود نهاية يعني في النهاية في إخراج القناة من هذه المحنة الكبيرة التي مر بها العالم يعني بأسره. ومساء الخير، وأنا بداية بحب أوجه شكري وتهنئتي لجميع العاملين في هيئة قناة السويس، وعلى رأسهم السيد الفريق أسامة ربيع، لمجهوده وحسن قيادته للمجموعة وإدارته لمجموعة الإنقاذ، وده حاجة يعني مش بعيدة عنهم. وأنا شفت تكاتف جميع الإدارات في الهيئة، على رأسهم إدارة التحركات وإدارة الكركات والإدارة الهندسية، كلهم كانوا بيشتغلوا إيد واحدة جميع العاملين. فدي حاجة جميلة مش بعيدة عنهم، لأن هم طول عمرهم بيديروا العمل في هيئة قناة السويس على أعلى مستوى. طيب، وبحكم خبرتي في الهيئة، فالأسلوب العمل اللي تم مع السفينة إيفر جيفن ده كان ناجح 100%. ولأول مرة بنشوف كركات هيئة قناة السويس بتشترك في تعويم السفينة. جميل جميل. يعني من هذه النقطة استمعنا إلى بعض الآراء التي طالبت بشفافية أكبر يعني في الواقع في الحديث. يعني هناك مثلا من انتقد تأخر هيئة القناة في الإعلان عما حدث أو ما الخطوات التي ستتخذها. كان هناك مطالبات ربما بتغيير آلية التعامل مع مثل هذه الطوارئ. البعض قال ربما هذه الهيئة لم تكن متوقعة في يوم من الأيام أن يحدث ما حدث، وبالتالي لم يكن هناك خطة لإدارة الأزمات، خطة مسبقة لمثل هذه الأزمات. هل لك من تعليق على هذا الموضوع؟ يعني اللي أنا شفته ما كانش فيه تأخير في الإعلان، بالعكس مجرد ما حصل الحادث تم الإعلان عنه. بس نرجع نقول فعلا اول مره بنفاجئ بحادث بيحصل في قناه السويس بسبب حجم هذه السفينه. يعني النهارده الظروف الجويه وكذلك ظروف السفينه نفسها، طبيعه حجم السفينه والغاطس السفينه، علاوة على العطل اللي حصل فيها، طبعا يعني ده اللي أدى إلى الحادث. المركب ده حسب معلومات اللي وصلت لي إن فيها عبارة عن عدد 2 رفاص بيتش بروبيلر، وعلاوة على دفة في الوسط طبعا حجمها صغير. فمع حجم السفينة دي والحمولة بتاعتها بيبقى التوجيه صعب، وده احنا لاحظناه من قبل عبورها لقناة السويس. يعني طبعا يعني هناك يعني لنقل نوع من تحميل المسؤولية لما للسفينة بشكل عام او لطاقم السفينة، وحتى الشركة، يعني الشركة المشغلة لهذه السفينة والمالكة لها، يعني تحدثوا عن الامر وعن التعويضات الى ما هنالك. لكن النقطة الأساسية إن تحدثنا عن القناة بحد ذاتها، هذه سفينة كبيرة، ولا أعرف إن كانت يعني هي المرة الأولى التي تعبر في قناة السويس. ألم يكن يعني هناك توقعات بحدوث مثل ما حدث، يعني خاصة مع هبوب الرياح كما تم تداوله سابقا التي ربما أدت إلى جنوح السفينة بشكل أو بآخر؟ يعني نحن لا نفهم هذه المسائل التقنية، لكن ما نفهمه أن هناك أمرا حدث، وحتى مع النجاح الذي تم، لكن هذا الأمر قد يعود في المستقبل. لا، هقول لسيادتك حاجة، يعني هو
سيادتك المركب ده بظروفه قدرت هيئة قناة السويس تتعامل معاه. يعني أنا عايز أقول لسيادتك قبل كده حصل يعني حادث أو ما نعتبروش حادث، سفينة حاويات دون ذكر اسمها بنفس الحجم عند دخولها من التفريعة الشرقية لميناء بورسعيد حصل نفس الموقف، إن حصل عطل في التوجيه وتم السيطرة عليها قبل الجنوح بمساعدة القطرات ودخولها الميناء الشرقي حتى لا تعطل حركة الملاحة. وكانت بتعامل مع اتعاملنا مع هذه السفينة بحرفية عالية. طيب السفينة دي اللي حصل، هل تذكر يعني هل تذكر الشحط؟ تذكر متى يعني تم ذلك؟ نفس المواصفات نفس المواصفات. طبعا مع الظروف الجوية السيئة ده يعني ما قدروش أبطان السفينة والمرشد ما يقدروش يسيطروا على السفينة. هذا يستدعي إذن وجود إجراءات يعني استباقية في مثل الظروف، وأعتقد مصر يعني تشهد سنويا هذه الرياح مثلا إن تم تأكيد أن الرياح تسببت في جنوح السفينة. سنعود لمناقشة هذا الموضوع بعمق ربان محمد، لكن دعني أشرك عبر الهاتف أحمد سليمان وهو فني في هيئة قناة السويس. مرحبا بك يا أحمد. أهلا بك أحمد. فهمت أنك كنت من الذين شاركوا في تعويم هذه السفينة العملاقة، صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. طيب حدثنا عن التجربة. والله احنا بفضل الله يعني الموضوع كان صعب في الأول وكان علينا ضغوط عالية جدا. فدخلنا الوردية اللي هو يوم ما تعومت السفينة كان عندنا تفاؤل بفضل الله يعني كبير ان احنا ان شاء الله الكراكه هتقدر تعمق تحت السفينه. الكراكه الحفاره يعني السفينه الحفار مشهور او الكراكه مشهور يا فندم. تمام. فانت كنت من العاملين على الحفار هذا او الكراكه؟ يا فندم انا من اول ما تعينت وانا موجود على الكراكه او الحفار ده يا فندم. الكراكه مشهور. طيب احمد، يعني جهودكم طبعا العالم بأسره يعني توجه لها بالشكر، لكن أنت شخصيا يعني كأحد العاملين الذين أسهموا في إزاحة هذه الباخرة عن سد القناة وتعويمها مرة أخرى، ما الذي كنت تتمناه أن يكون متوفرا يعني ليسهل عملكم أو ليمنع حتى حدوث هذه الكارثة؟ والله يا فندم هو احنا الحمد لله هيئة قناة السويس عندها معدات كبيرة جدا سواء قاطرات أو سواء كراكات. ظروف المركب المرة دي كانت مختلفة، يمكن زي ما سيادة القبطان كان بيتكلم دلوقتي إن بتحصل حوادث مشابهة أو أقل خطورة شوية، لكن ظروف المركب دي اللي كانت مختلفة شوية. لكن هيئة قناة السويس ما بتدخرش أي جهد في أي إدارة من الإدارات إن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي يعني. وحتى اذا سمع حضرتك بتتكلم عن المستقبل، انا يعني انا متاكد ان هيئه قناه السويس مش هتسيب اي حاجه في المستقبل ينفع انها تسير الملاحه بشكل طبيعي الا ان شاء الله تعملها. جميل، شكرا لك يا احمد. اعود مره اخرى الى ربان محمد فوزي رئيس مراقبه الملاحه سابقا في هيئه قناه السويس. ويعني يعتقد أحمد بأن هذا الأمر ربما لن يتكرر في المستقبل، يعني هناك دروس مستفادة من هذا الموضوع. ما الذي يمكن أن تفعله القناة مستقبلا قبطان من أجل تفادي مثل هذا الأمر؟ هل من خطط في يعني في القريب العاجل وضعت للتنفيذ؟ هو الصراحة حان الأوان للتفكير ودراسة مشروع قناة أخرى من السويس حتى بورسعيد. إحنا أوريدي عملنا قناة جديدة من الكيلومتر 95 للكيلومتر 61، وده شيء جميل جدا وسهل حركة الملاحة وساعد على استقبال سفن عملاقة ووفرنا في الوقت وصراحة حصلت زيادة في عبور السفن. لكن أنا بتكلم على حاجة مهمة، إحنا محتاجين فعلا قناة جديدة من السويس حتى
حتى بورسعيد، إن شاء الله حتى نبتدي في الجزء الجنوبي من قناة السويس. قناة جديدة. ماذا عن التفريعة أو قناة السويس الجديدة التي افتتحها الرئيس المصري؟ يعني لماذا لم تفعل في مثل هذا الموقف؟ لا، هي ما اسمهاش تفريعة، اسمها قناة السويس، اسمها قناة. يعني قناة لماذا هل كان يمكن استخدامها مثلا لتفادي التأخير في أو إيقاف خط الملاحة؟ لا، هو حضرتك فندم، المشكلة كانت إن الحادث ذاك كان في منطقة حساسة فردية، منطقة يعني قناة فردية في الحتة دي، من الكيلومتر 162 حتى الكيلومتر 124 بيبقى دي قناة فردية. عشان كده أنا بتكلم بقول إذا فكرنا ودرسنا الفكرة دي إن احنا ننشئ قناة من الكيلومتر 162 حتى الكيلومتر 114 كمرحلة أولى، صحيح طبيعة التربة في هذه المنطقة صعبة، لكن ما فيش حاجة هتقف قدامنا، ممكن نعمل القناة دي، ودي أنا شايف احنا إنها حتمية، لأن احنا داخلين على مرحلة مستقبلية لازم ندرس حركة بناء السفن. النهاردة في تطور كبير في حركة بناء السفن. نعم. في صراع ما بين شركات الملاحة العالمية. في بين حجم السفن الكونتينر في بنائها. يعني مثلا عايز أقول لسيادتك حاجة، أنا يعني خلال فترة خدمتي كنا لاحظنا من سنة 2008 حتى سنة 2012 بدأت أحجام السفن الكبيرة اللي هي أوفر 90,000 وأوفر 100,000. طيب. وده اللي خلانا نبتدي نفكر، لأن هذه السفن بنظام حركة الملاحة القديم كان في شكاوي كتيرة أنهم بينتظروا في منطقة البحيرات. طيب. فترات طويلة. ربما لما عرضنا الأمر ده إحنا بدأنا فعلا على السيد فريق مهاب، يعني خد الموضوع بجدية وبدأنا نفكر فيه، وفي الآخر انتهينا لمش هذا المشروع، وتم عرضه على السيد الرئيس وتمت الموافقة، وكان الصراحة مشروع يعني أنا مش عايز أقول لك مشروع ناجح 100%. فالنهاردة احنا في حاجة اللي احنا نكمل هذه القناة من السويس حتى منطقة البحيرات عند الكيلومتر 114، طول المسافة دي في حدود تقريبا نقول مثلا سيادتك 48 كيلو، ال 48 كيلو دولت ممكن يتعملوا، هياخدوا 3-4 سنين عشان ننشئ هذه القناة، بس في خلال الفترة ال 3-4 سنين دي هيكون في أجيال دخلت من الحاويات اللي هي تستدعي لهيئة قناة السويس إنها تعمل قناة جديدة، لأن في مناطق واضح في القطاع الجنوبي الـ يعني حساسة. واضحة الفكرة، يعني لا أود أن ندخل في تفاصيل يعني تقنية أكثر أو جغرافية، أريد أن نشرك اتصالات ومشاهدين. رحاب من مصر، مرحبا بك يا رحاب. أهلا بك رحاب، هناك ضجيج يعني لديك على يعني يبدو في الشارع، لكن أرجو أن تكوني، هل تستطيعين سماعي؟ أسمع. جميل. طيب رحاب، يعني إنسان يعني متابع لما جرى وأنت في مصر، يعني كيف عايشتي هذا الحادث، حادثة جنوح السفينة إيفر جيفن؟ يعني كيف انعكست عليكم كمتابعين عاديين؟ احنا طبعا زينا زي المسؤولين، يعني كنا بنشوف ازاي ممكن تتحل يعني من خلال متابعتنا يعني، بس مجرد البحث عن حلول او انتظار حلول. هل كنتم تتوقعون مثلا ان يتم الامر مثلا بسرعه اكثر، بوقت ابطا اقل، او كنتم تتوقعون ان الامر يعني قد ياخذ وقت اطول للحدوثه يعني وتعويم السفينه؟ يعني اود ان اعرف هذه النقطه. انا كنت متوقعه طبعا ان الوقت ممكن يكون اكثر من كده، بس الحمد لله يعني المسؤولين في مصر يعني يبذلوا وقت كويس.
طيب دعيني أسأل عن الدروس المستفادة. يعني أنت كمتابعة لي، كمتلقي لهذا الخبر، ما الذي ترجين أن تري يعني أن تريه في مستقبل الأيام بالنسبة لقناة السويس، بالنسبة للبواخر التي تمر عبر القناة؟ هل من أشياء يعني تتطلعين إليها؟ أنا قبل يعني من ساعة ما حصلت الأزمة كنت بقول ما مثلا ليه ما يكونش في مثلا قناة توسع شوية، أو يكون في حل، يعني يكون مثلا السفر قبل ما تيجي نعرف هي قد إيه، بحيث نعرف لو حصل أي حاجة نعرف نتداركها يعني. بس كلام الكابتن سلطان حلو يعني، كفى ووفى بصراحة. شكرا جزيلا لك يا رحاب. أبو سارة من مصر. أبو سارة مرحبا بك. اهلا بك، وانت ايضا في مصر وتابعت هذه الحادثه كما تابعها العالم، كيف عايشت هذه الحادثه؟ يعني كيف يعني اثرت عليك؟ والله هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبالنسبه للحادث ده، اول ما حدث يعني كان يعني الاعلام عندنا في مصر صوروا على انه امر بسيط يعني، وهيتحل في ساعه في ساعتين في ثلاث ساعات. ما كانش فيه في بداية الحدث ما كانش فيه قلق يعني أو خوف من أي حاجة. اتفاجئنا بعد كده إن الوقت بيمر، وإن المعدات البدائية اللي موجودة في مصر غير قادرة على إزالة هذه المشكلة يعني، يوم ورا الثاني ورا الثالث. والبيانات اللي كانت بتصدر في أول الأمر من البيانات المحلية عندنا هنا في مصر كانت مضللة. كانت مضللة للغاية. كنا بناخد الأخبار السفينة من الصحف العالمية ووكالات الأنباء العالمية. ده اللي احنا ده الأمر في أوله يعني. يعني الإعلام لم يتعامل مع المسألة بشفافية. لا حضرتك، ما تعملش معاها بشفافية ولا حتى نص شفافية، لأن خلانا احنا ما تخيلناش إن الموضوع كبير إلا ما عدى ثلاث أو أربع أيام، واتفاجئنا بدول بتعرض مساعدتها، وامريكا بتعرض مساعدتها، وتركيا والشركه الهولنديه بعتوا يجيبوا منها قرارات. فعرفنا ان الحدث جلل يعني، حدث عادي يعني. هل لك مخاوف مستقبليه بعد هذا الحادث؟ طبعا في ظل بناء السفن العملاقه، شركات الملاحه العالميه بناء السفن العملاقه، ان قناه السويس كده ممكن ما يبقاش فيها تعرف تستوعب هذه السفن العملاقه، لازم يحصل تطوير فيها، ولازم على حد علم ان انا كمواطن عادي انا مش خبير ولا حاجه، انها ممكن تتوسع يعني، تتوسع شويه الشاطئين بتوعها يتوسعوا على اساس انها تستوعب السفن العملاقه. توسيع توسعة القناة يعني، توسعة القناة الرئيسية. ربما كان يتحدث الكابتن محمد فوزي عن هذه النقطة، نقطة التوسيع ومد القناة. شكرا لك يا أبو سارة. أعود مرة أخرى إلى الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة سابقا في هيئة قناة السويس. ويعني استمعت يعني قبطان محمد عن مجموعة من النقاط. طبعا هناك سعادة بأن السفينة عومت، لكن كما قال أبو سارة يعني كان يرجو أن يكون هناك نوع من الشفافية في تغطية هذه المسألة، وإن كان الأمر لا ربما لا يتعلق بالهيئة نفسها أو بقناة السويس نفسها، إما بالإعلام الذي غطاها. لكن يقول إنه تفاجأ بالمعدات، بأن المعدات نوعا ما قديمة أو لا تستطيع، وهذا ما استدعى أن بعض الدول قدمت مساعدتها، مثلا كسفينة القطر الهولندية التي اشتركت أيضا في المساعدة. هل من تعقيب أو من تعليق على هذه النقطة؟ طبعا يعني فضل. هو معذرة من الكلام للأخ اللي حصل مداخلة معاه من شوية، لا يعني ما فيش حاجة اسمها ما كانش فيه شفافية، وان الإعلام المصري اتأخر وما يعني هو عارف هذا الموضوع او ما عرفش بيه الا بعد رابع يوم. لا معلش، يمكن هو ما كانش متابع الأحداث اول باول. لا يعني الإعلام غطى وأعلن على الحدث. نخش على جزئية تانية بقى اللي هي خاصة بيقول ان المعدات قديمة ومش معدات قديمة. لا 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 لا، الكلام ده معلش هو يعني انا بعذره برضو عشان يعني هو يتحدث من منطلق متابع، نحن يعني هو ليس متخصصا كما غالبيتنا يعني انا بعذره انا بعذره اي حد ممكن. هل المعدات كافية لتفادي حوادث اخرى مشابهة؟ لا طبعا
طبعا احنا شفنا هيئه قناه السويس دخلت بعدد 2 كراقه من احدث الكراقات اللي موجوده بناء، ودول احدث كراقتين موجودين في الهيئه. احنا اسطول هيئه قناه السويس من الكراقات، انا يعني مهول، بس النهار وبتحدث نفسها اول باول، يعني النهارده بتيجي كراقات جديده. وزي ما شفنا كمان وزي ما اعلن الفريق اسامه ان في اطراد كمان، عدد 2 اطره لسه نازلين من الترسانه وخلصوا تجارب ودخلوا عمليات المناوره التعويم. لا احنا ممكن نتكلم، انا عن نفسي عشان نكون صادقين في كلامنا، انا يعني في عندنا اطراد في الهيئه، اطراد تعتبر جديده وفي اطراد قديمه شويه، لكن احنا يعني او انا بطالب وبتمنى ان احنا نهتم شويه ان احنا نجيب عدد لا يقل عن 2 اطره للسلفز، اطراد انقاذ باور بول عالي، تمام، قوه سحب عاليه، يبقوا مخصصين فقط لاعمال الانقاذ ولا ما يدخلوش في اعمال المصاحبه للسفن اثناء عبورها. يعني لازم يكون في اطرتين سلفز كبار إنقاذ. طبعا عزة عادل وبركة من اتنين يعني من سنة 62، فطبعا قاطرات قديمة لكن لا فيها بتدي شغل كويس، بس مش زي ما اجيب 2 اطرا سالفيس، واحده تبقى متواجده في السويس والثانيه موجوده في بورسعيد، يعني هذا يقدروا يتدخلوا في اي اعمال تعويم. هذا يتسق مع الكلام يعني ابو ساره في الذي يعني ربما تحدث عن تطوير، وهو يتحدث من باب ايضا يعني ربما حرص على هذه القناه التي شكل يعني توقفها سابقة يعني أثرت على العالم بأسره. احنا شفنا عدد 14 أطرة، عدد 14 أطرة من أطرات هيئة قناة السويس بتشترك في أعمال التعويم. شكرا لك من القاهرة الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة سابقا في هيئة قناة السويس. المشاركون في حوار اليوم أسهبوا في الحديث عن الدروس المستفادة من حادث جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، وهو الذي يعنون حوارنا لهذا اليوم. يحيى أبو طالب يقول: قد يستفيد العالم من الدرس ويبدأ في البحث عن البديل، لكنني أعتقد أن الأزمة ستمر على مصر مرور الكرام، فما أكثر ما مر بها من أزمات خرجت منها كما دخلت. علي ولد الشيخ: بعد نهاية أزمة العبارة العملاقة إيفر جيفن بنجاح بفضل الجهود الجبارة لهيئة قناة السويس، يتعين على مصر امتلاك المعدات الحديثة والفعالة ومن بينها القاطرات البحرية الضخمة، وهو الكلام الذي قاله أيضا ذكره الربان قبل قليل. أحمد أبو ضيف قال: قناة السويس ذات أهمية بالغة وموقع استراتيجي رائع وغير مستغلة الاستغلال الأمثل كما يقول. يجب إنشاء مناطق صناعية على ضفتيها لتنقل مصر نقلة نوعية في غضون سنوات قليلة. عبد المنعم بنداري يغرد متسائلا: هل فكرنا في بدء تحقيق شفاف يوضح الأسباب والنتائج بعيدا عن التهليل والتهويل حتى تعم الاستفادة وننتصر للانتماء لحب مصر الحقيقي بعيدا عن الشعارات كما يقول؟ إبراهيم شحرور يغرد: نستطيع أن نقول إن قناة السويس لم تعد بتلك الأهمية لحركة النقل البحري بعد طريق الحرير الصيني وكذلك خطوط البترول والغاز الواصلة بين إسرائيل وأوروبا حسب وصفه. وعن طريقة إدارة السلطات المصرية للأزمة، علي الزناتي يغرد قائلا: إدارة مصر للأزمة تؤكد أنها أم الدنيا وأرض الفراعنة الذين بنوا الأهرامات كما بنى أبناؤهم السد العالي بعرقهم. عصام عبد الغني يختلف ويقول: كيف نقيم تعامل السلطات المصرية مع الحدث وأغلب المعلومات الأساسية بدت وكأنها سر حربي وبعد انتهاء الأزمة انهمك الإعلام في التطبيل حسب وصفه. حول الحديث عن قنوات بديلة لقناة السويس، يقول مايكل صفوت: هناك طريق موجود بالفعل وهو طريق الشمال الروسي، لكنه يحتاج 30 عاما ليصبح منافسا لقناة السويس في حال عدم تطويرها وباقي البدائل غير عملية. أسامة أحمد فهمي يقول: بعد انتهاء الزغاريط والتهليلات قناعتي أن العالم سيتحدث بصوت مسموع سائلا ما الذي حدث ومن المسؤول. علي الحسن يقول: سيكون لإسرائيل حضور في هذا الملف وبشكل مزعج لمصر والأردن والسعودية،
وستعمل إسرائيل على فتح قناة موازية لقناة السويس على الفرع الشرقي للبحر الأحمر حسب قوله. وينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب من بيروت إلي زخور، رئيس غرفة الملاحة الدولية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية. مرحبا بك سيد إلي. مرحبا أستاذي الكريم، مرحبا للمشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك. دعني أبدأ بداية من توصيفك لتعامل مصر مع هذه الأزمة التي شغلت العالم لأيام، وأنت كمراقب خارجي. أول شيء بدي هني أخوانا المصريين الذين تمكنوا من تعويم السفينة، أكيد بمساعدة من شركة إنقاذ هولندية. هيدا الواقع الحقيقي، بس كمان بنقدر نقول أن هيئة قناة السويس اشتغلت جيد جدا لحتى أنقذت السفينة وعومتها، وما طولت الضم الزيادة مسكرة معطلة الملاحة بالقناة، مما كان سيؤدي إلى كارثة حقيقة للاقتصاد العالمي. أنا بدي أقول، كنت عم بسمع الحديث لضيوفك، أنا بدي زيد زيادة كمان، بدي أقول إنه الرئيس السابق للقناة الفريق أول مميش قال، هو يعني بصراحة قال نحن لازم نجيب معدات قاطرات وأجهزة إنقاذ أكبر من هاللي عندنا حاليا، لحتى نقدر نتمكن إذا صار معنا حادث تاني مثل هالشيء هذا نقدر ننفذه جيد جدا. وكمان ذكر شغلة كتير 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 أساسية، نجيب رافعات كبيرة ضخمة، لحتى لأنه لو سمح الله لم تتمكن القاطرات من تعويم هذه السفينة وشدة، كان بده يكون في معضلة كتير كبيرة، لأنه هذه الباخرة عالية جدا، علوها 59 متر، ما في رافعات حاليا بمصر ممكن تتعامل معها. مشان هيك قال الفريق أول مميش إنه لازم كمان نفكر بهالشغلة، نجيب رافعات كبيرة كتير ضخمة، لحتى إذا صار معنا بالمستقبل أي حادث لا سمح الله مثل هيدا نقدر ننقذها. يعني هناك استيعاب للمسائل التقنية، الكلام أيضا كما تفضلت به يعني يتساوق مع كلام الربان محمد فوزي كان معنا قبل قليل. لكن ما حدث في قناة السويس في الواقع أدى أيضا إلى ظهور أصوات تطالب ب تفعيل قنوات أخرى أو خطوط أخرى، مثلا خط شمال جنوب كما طالب السفير الإيراني في موسكو، الخط الشمالي الذي يمر بمحاذاة القطب، القناة الإسرائيلية قناة بن غوريون. يعني سمعنا هذه الأحاديث، في حال تم تفعيل أي من هذه القنوات أو الممرات المائية، هل يخبو دور قناة السويس؟ أنا رأيي الشخصي خبرتي، قناة السويس لو أعدت لنا ما ذكرت سيد إيلي، الصوت غاب عنا. هلا الآن الصوت واضح. كنت تقول عن رأيك فيما سيحدث في حال فعلت هذه الخطوط. أنا أقول عم تسمعني هلا؟ نعم أسمعك بوضوح، تفضل. أنا عم بقول إنه ما في حدا بيقدر ياخذ دورة لقناة السويس. القناة اللي بدها تعملها إسرائيل، قناة بن غوريون، صعب كتير جدا تقدر. قناة السويس أول شيء عندها أعماق أغطاس 22 متر، لا يقدر يعمل بن غوريون القناة هناك يعملوها شيء، هذا ما ممكن يعملوه. بعدين وسعوها لقناة السويس كمان، صار عرضها كتير كبير، ما في إمكانية حدا يقدر ينافسها حاليا، ما في، خصوصا الحاويات الضخمة هل بتساعد. هلا حاليا 25,000 حاوية نمطية ما بتقدر تمرق غير بقناة السويس. أما بخصوص الممر الشمالي، القطب الشمالي بين روسيا روسيا متحمسة جدا لهذا الممر، من أوروبا يعني لآسيا، هذا مظبوط إنه عم بجربوا يقدروا يعملوا شيء، بس حاليا عم بمدوا هلا أنابيب غاز أكثر شيء ونفط، وجربوا يمرقوا بالبواخر من هونيك،
صعب كثير بهالايام، لانه على طول المنطقه فيها جليد كثير، وبالرغم من ان روسيا عندها كاسحات جليد نوويه تقدر تستعملها، بس بعده العالم هلا بفضل انه امن مجرى مائي بحري حاليا هو قناه السويس. اذا لا تغيير في اهميه هذه القناه برايك سيد ايلي؟ اكيد. طيب دعني اشرك بعض الاتصالات الهاتفيه لانهم ينتظرون منذ وقت. معي سميه. مرحبا عليكم. مرحبا بك سميه. سميه انت من السودان. اهلا بك. اهلا بك سميه. يعني كمتابعه وفي بلد اخر، كيف عايشتي هذا الأمر، حادث إغلاق أو انغلاق قناة السويس؟ قناة السويس نحن كنا متابعين بقلق شديد مع إخوتنا المصريين في إنه في حل أزمة للسفينة، وكنت بتابع في أجهزة الإعلام بحيث بأنه في تقصير في الدور المصري شوية، ما قبضوا تغطية كافية، لكن قد يكونوا مشغولين بحل الأزمة. يعني كل الناس بتكون متابعة بقلق شديد إنه كيف حتحل الأزمة. الحمد لله إحنا بنهنيهم على بذل جهود كبيرة في إنه الحمد لله يتحلت، رغم إنه يتحلت أيام، يعني شايفين أنها كبيرة بالنسبة للتجارة الدولية، وإنها منطقة حساسة، إنها بتمثل 12% من التجارة الدولية، فهي منطقة حساسة جدا ولا تهتم لستة أيام، المفروض تقوم بسرعة أكبر من كده. لكن نتمنى إنها تكون هي مشكلة بتطويل للأيام الجاية، يعني كلهم هي مرات بتسجل حاجات عشان تكون عبرة، وعشان تكون إنها فكرة لحاجات جديدة لتطوير القناة. وهذه دعوات نادى بها كثيرون. طيب قبل أن يعني أودعك، هل تأثرتم في السودان بهذا الإغلاق بشكل مباشر، يعني اتضح يعني على الأرض؟ والله هذا العالم كله قرية صغيرة، وكل أزمة في كل مكان تأثر على الإنسانية جمعاء، يعني دي حاجة طبيعية إنه أي حاجة بتأثر على شخص واحد في العالم بتأثر على كل العالم. نعم. من باب الإنسانية ومن باب العالم القرية الصغيرة اللي بيعيش كل الناس بقيت المشاكل مع بعض، ترابط في المشاكل. شكرا جزيلا لك يا سمية. أعود مرة أخرى إلى الاتصالات الهاتفية. مع كريستال من لبنان. مرحبا بك كريستال. مساء الخير، أهلا بكم. أهلا بك كريستال، وأنت صحفية لبنانية. يعني أعتقد أن هذا الأمر كان حديث الصحافة الأول لأيام، القصة الأولى والأهم. يعني حدثينا عن تجربتك في تغطية هذا الموضوع وما انعكاساته. نعم، في طبيعة الحال بالنسبة لهكذا حادث سيشغل العالم، ليس مع تعويم السفينة فقط، وإلا وأيضا في الأسابيع والسنوات والأشهر المقبلة هنالك أحاديث عدة، وبالطبع سيشكل نقطة تحول في التجارة العالمية وفي مسار السفن وإلى ذلك. وبطبيعة الحال الحادث سيجعل اللاعبين في السوق يفكرون في البحث عن طرق تسليم بديلة. الوضع الاستثنائي في قناة السويس تحول إلى محرك إضافي للتطوير المتسارع لطريق بحر الشمال، هنا أعني تحديدا روسيا. هنالك فرصة أمام روسيا لتعزيز مكانتها كمورد موثوق لموارد الطاقة بطبيعة الحال كما تردد وكما تبعنا. لكن أيضا هنالك نقطة ثانية بالنسبة لإسرائيل، والحديث بعد ما حصل في حادث في قناة السويس عن قناة بن غوريون، وهنالك نحن نتحدث عن قناة بن غوريون بعد مرفأ حيفا الذي أتى الحديث عنه بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى ذلك أيضا نتحدث أيضا عن قناة بن غوريون بعد حادثة قناة السويس، وكل ذلك يأتي بعد انطلاق عمليات. دعيني كريستال، مع دول عدة في هذه النقطة، قناة بن غوريون مثلا، يعني كنا استمع إلى السيد إيلي زخور ويقول يعني أنه لن يغير الأمر في شيء، والمسألة صعبة جدا حفر متى هذه القناة. لكن أنا كنت أقرأ في الواقع في هارتس الإسرائيلية، كان الحديث عن أنه لا يمكن يعني اقتصاديا أو من ناحية اقتصادية شق مثل هذه القناة، هي لا تزال يعني حبرا على ورق. حتى الطريق، المقترحات كانت يعني نقل عن طريق البر، يعني عن طريق القطارات، لكن أيضا هي مسألة اقتصاديا مكلفة جدا.
يعني ألا يمكن أن يكون هذا يعني نوع من المبالغة نوعا ما؟ ولكن نحن نتحدث هنا عن سياسات عالمية لا تكترس كثيرا إلى الواقع الاقتصادي وارتباطها بمدى التكلفة. هنالك علاقات تطبيع حصلت مع إسرائيل، وإذا هنالك ضمن هذه العلاقات التطبيع تعزيز التواصل والتنسيق الاقتصادي، فهذا سيدخل ضمن التنسيق الاقتصادي بين الدول والعلاقات مع إسرائيل. وإلى ذلك أيضا روجت إسرائيل مع بدء الحديث عن قناة بن غوريون أن الأرضية هي صخرية على عكس الأرضية الرملية لقناة السويس، قادرة على تحمل الأطنان ربما الأيام القادمة تكشف أكثر. لا أود أن توسع في هذا الموضوع، لكن دعيني أسألك عن الناس في لبنان الآن مع الوضع الاقتصادي الصعب. مثلا في سوريا المجاورة تحدث أحد ضيوفي عبر الهاتف عن المشاكل الحادثة في سوريا بنتيجة تأخر مثلا وصول المشتقات النفطية والغازية إلى سوريا بسبب انغلاق القناة قبل تعويم السفينة. هل شهد لبنان مثل هذه الأمور أيضا؟ انعكست هذه الحادثة على المواطنين اللبنانيين بشكل سلبي؟ نعم، الكل يعلم أننا في أزمة أصلا، ليست فقط مع ما حصل في قناة السويس. نحن نعاني من أزمة تطال كل القطاعات، ونحن منذ أشهر نعاني من نقص في الفيول مع تراجع وصول الكميات، وهنالك بعض الكميات وصلت عبر العراق عبر طريق سوريا، ولكن هنالك أصلا نقص في هذه المادة وليس فقط بعد ما حصل في قناة السويس. شكرا لك كريستال شخير، صحفية لبنانية وقد حدثنا من بيروت. أعود مرة أخرى إلى السيد إليزا خور عبر سكايب، وهو رئيس غرفة الملاحة الدولية ونائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية. موضوع القنوات أو الممرات المائية البديلة دائما يعني طرق. استمعنا إلى كريستال تحدثت عن هذه النقطة وما يقال يعني عن الأعماق والأرضية الصخرية إلى ما هنالك. أود يعني في نقطة الممرات المائية في الواقع، ربما إن تركنا الممر الإسرائيلي أو قناة بن غوريون، وقد يعني ناقشت كريستال في هذه النقطة، الممر الشمالي كنا تحدثنا عن أن روسيا متحمسة جدا لهذا الممر، هناك أيضا مطالبات بتفعيله، هناك دعم من يعني معسكر الشرق بقوة تجاه هذا الأمر. في حال فعل هذا الممر، ألا يمكن فعلا أن يختصر؟ يعني ألا نقول أننا عندما نقول أن قناة السويس هي الأهم أو الأرخص طريق، ألا نبالغ نوعا ما؟ ربما يكون فعلا النتيجة على الأرض تخالف الواقع. ما الدليل على كلامك؟ إذا حدث هالشيء هيدا هو مظبوط، بيوفر وقت شي 15 يوم بين ما تمر بقناة السويس أو ما تروح من روسيا للصين. نعم. بس أنا عم بحكيك واقعيا هلأ وحاليا بالوقت الحالي، قناة السويس عم تتأهل كل مرة، هاي التوسعة اللي صارت فادت كتير قناة السويس. في شغلة تانية أساسية هلأ، في قطارات مثلا يعني ترينيت قطارات عم يجوا من الصين لأوروبا، ما عملوا شيء يعني ما ولا أثروا على قناة السويس. تعرف البيخرة بتساعد 25,000 حاوية نبطية لحدلة، عم بيقولوا بسنة 2050 بدي يصير في بواخر 50,000 حاوية. السويس هلا طالما إنه ساعة الحمولة أكبر بكثير مما يحمل القطار، لا يمشي الحال. إذا ضمت هيك أكيد بيأثر القطب الشمالي، الممر الشمالي بين روسيا والصين. بس أنا أكيد إنه هيئة قناة السويس عم بتفكر بهالشيء، ولازم تعمل هلا توسيع جديد وتعميق جديد لحتى تكون اب تو ديت، لحتى اي قناه اذا بتطلع ما تقدر تنفسها، وخصوصا بن غوريون. مثل ما عم بتقول صديقتنا من بيروت، مزبوط انه هيدا مشروع، بس مشروع حلم، لا يعني فايدته الاقتصاديه مش جيده بالنسبه لوجود قناه السويس حاليا. طالما تحدثت عن الاقتصاد، الاغلاق الذي حدث لقناة السويس أثر اقتصاديا على كثيرين، يعني هناك تقاذف ربما الاتهامات. من الذي تحمل المسؤولية؟ هل هو مثلا إهمال من جانب هيئة إدارة القناة، أم إهمال من جانب طاقم السفينة أو الشركة المشغلة؟ من الذي سيتحمل هذه الخسائر؟ حسب ما بعرف، حسب خبرتي،
مزبوط بيكون في مرشدين طلعوا من هيئة قناة السويس ليوجهوا لل للقبطان السفينة، بس حسب ما سمعت انه هيك قال التقارير انه هالسفينة وقت تمر بمجرى قناة السويس لازم تكون ماشية مش اكثر من 8 عقد ولتفت 8 عقد ونص، بس تبين انه القبطان كان ماشي 12 عقد ونص، هذا خالف قوانين قناة السويس كيف بدها تمشي. ومبدئيا على طول الماستر بسموه ماستر لانه هو سيد الباخره، لو كان معه مرشدين مبدئيا هو لازم يتحمل المسؤوليه، بس الاساس كيف صار المشكل، يعني ليه صار هيك؟ مزبوط صار في عاصفه ترابيه سكرت له معادر شيف للقبطان لحتى ما قدر مسك الدفه وجنحت، يعني هيدي ثواني صغيره عملت هالحادث، وعملت هالحادث بممر صعب جدا يعني ما في غيره هيدا، مشان هيك عطل الملاحه 5-6 ايام، وهذا كلف مصاري كثير للاقتصاد العالمي، ولا سمح الله لو طل لو ضم اكثر كنا شفنا هلا كنا شفنا اسعار النفط عم تقفز قفزات هائله كبيره كبيره. للمستقبل وتفادي مثل هذه الحوادث ما الذي يمكن أن تفعله القناة؟ تحدثت عن رافعات من ناحية تقنية، ربما رافعات كبيرة، ربما قاطرات أقوى كما ذكر القبطان محمد فوزي، لكن لتفادي الظروف الطبيعية والحديث عن الظرف الطبيعي أو الرياح كان حديث شديد، يعني هل يمكن تفادي هذه الظروف؟ هل يمكن اتخاذ إجراءات وتدابير تمنع؟ أهم شغلة ياخدوا، يعني بده ياخدوا احترازات، تدابير احترازية أكثر من ما موجود هلأ كشروط، يعني إنه هي وماشية الباخرة بمجرى قناة السويس هالمرشدين بده يكونوا متيقظين أكثر وأكثر من بعد ما صارت هالحادثة. بس المشكلة نحن مش على حد هلأ ما عرفنا ليه صارت الحادثة، مزبوط إنه ما شاف، صار في عاصفة ترابية خلته ما يشوف، في شيء غلط صار، هيدا هو. بس هلا حسيا نقدر نقول بثلاث اشياء، مثل ما بنقول انه بالمستقبل انه يجيبوا قاطرات اقوى، رافعات ضخمة، توسيع القناة اذا ممكن اكثر وتعميقها امكن، وتدابير احترازية. هدول هن ثلاث اشياء اللي لازم ينتبه لهم اي انسان حاليا. هلا شكرا لك سيد إيلي زخور، رئيس غرفة الملاحة الدولية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، كنت معي عبر سكايب. أعود مرة أخرى إلى المشاركات الهاتفية. أبو سارة، إذا ما زلت معنا، إذا كنت لا تزال معنا، سمير، أبو سارة ليس معنا، إذن سمير مرحبا بك يا سمير. أيوة أهلا بك يا سمير. مساء الخير. مساء النور سمير. السؤال الذي كنت أسأله عن كيف عايشتم ما حدث، يعني كمتابعين لهذا الحادث. نعم، هو الحقيقة الحادث ده يمكن ده أول حادث في قناة السويس من سنة 1869، يعني من 150 سنة يحصل حاجة زي كده، ده يعني ما هوش يعني رقم كبير أو في حوالي. ثانيا الباخرة اللي حصل أو السفينة إيفر جيفن، الأبعاد بتاعتها من أكبر السفن الحاويات في العالم. صحيح. الإيفنتس أو الإنفيرمنت اللي حصل ساعة السفينة ما بيتراش حتى في مصر. العاصفة الرملية دي كانت من أكبر العاصفات في مصر على الريكوردز بتاعتها، لكن يعني كلنا شفنا يمكن التراكينج بتاع الفيسل وهو ماشي في القناة، السرعة بتاعتها اوريدي الويند ابتدى يبوش واي اند سايد، الارتفاع السفينة كان عامل زي شراع، أي سفينة بياخد الريح وياخدها جنب وشبيه. أنت تتحدث من جانب تقني وأنت مهندس ميكانيك كما فهمت يا سمير أيضا. نعم نعم، أنا بكلم لك فني جدا يعني. طيب. وبالتالي كانت
ففعلا العمليه حصلت من فاكتس كي، وحاليا دلوقتي لسه بيتم التحقيق مع القبطان وهي في بحيره ال 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 طيب الدرس المستفاد الدرس المستفاد الان وانت يعني متابع عن كثب بحسب نعم ما الذي استفادته من الدرس؟ مصر استفادت كثير جدا. اولا السيناريو اللي حصل في اقل من اسبوع علشان تحرر هذه السفينه ذو الوزن الثقيل الحمولة الكبيرة دي، ده يعني الحمد لله، يعني ده وقت ده كان تشالنج كبير قوي، تحدي. السيناريو اللي تحدوه في ان يكركوا من تحت بالكركة دخشور مثلا وبركة، ده كان اكسلنت بيرفورمانس مع انه ريسكي، يعني كان فيري ريسكي انك انت تروح بكركة تحت الباخرة 15 متر علشان تقدر تديلها السبيس اللي ممكن تاخد فلوتد وتجيب. احنا استخدمنا طبعا الجاز المد والجاز في المد عشان نطلع. انا اشكرك في الجاز احنا بنبحث. اشكرك جزيل الشكر سمير، كنت معي من مصر وانت مهندس ميكانيكا ايضا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، ايضا ادعوكم لنصف ساعه من الحوار ايضا حول هذا الموضوع عبر راديو بي بي سي العربي. كونوا معنا، الى اللقاء.